كل يوم التحدي قوي بين فريق الأبناء وفريق الأباء. كل فريق يحذر شو هو هالموضوع اللي أنا أتكلم عنه. إذا ما جاوبت صح لازم يحاسب الشخص اللي شايل الماي إنه ما تنزل منه ولا قطرة ماي. تتوقعون من اللي راح يفوز؟ هذا اللي راح تتعرفون عليه في الحلقة الجاية. تحدي الآباء تشاهدونه في الأوقات التالية